اول شيء عام مميز ورقم مميز، ونحاول ان شاء الله نحن راح نتميز في عام الخمسين. بلا شك اكيد استعداداتنا جيده، تمرنا اسبوع تمارين جيده، حضرنا للخصم تحضيرات جيده، والله يوفقنا ان شاء الله في المباراه الجايه. اكيد راح تكون مباراه صعبه، خصمنا قوي، كذلك نحن ما نقل عنه مستوى والحظوظ متكافئه. لا تنسى نحن كنا بطل البطوله السنه طافت، بنحاول ان احنا نحافظ على اللقب. طبعا الشيء هذا مش سهل، ولكن ما في شيء مستحيل، لكن اللي مجتهد نصيب. نحن اجتهدنا قدرنا نحن نوصل نهائي، خلصنا الاهم، ولكن باقي المهم.